السلام عليكم خاوتي، كل الدعم كل الدعم لخونا الحمد لله لي مسكين. اخوان اسمها مزيان، واحد السيد من الجزائر كيدير ردة الفعل ديالو على البلا اللي طرا لحمد الله، الشحطه اللي كلاها حمد الله. هادي يقول شي هضره الجزائري هذا. نسمعوا ليها الاخوان، كمل الفيديو. البارح واحد مناصر سعودي ضربوا بالصوت. اخوان السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم الاخوان غادي نشوفوا ردة فعل جزائري من بعد الشحطه اللي كلاها حمد الله. كلا واحد الشحطه وكنا شفناها الله يكون له في العون 100 جلده. اليوم نشوف واحد جزائري شنو قال وشنو ردت الفعل ديالو على هذا البلان هذا اللي وقع، وتا حنا غنعطيو الراي ديالنا الاخوان. تحياتي لكم، شكرا للناس اللي كيديروا لايكات قبل ما كيبداو الفيديو، مرحبا بالناس اللي كتدخلوا جديده، ما تنساش تابونا معنا في لاشين. سير الله خوتي. واش حكايه القفطان هذا؟ مغربي ولا جزائري ولا واش دخلني انا ولا وين على بالي؟ ناس كامل هاجمين عليا في لي كومونتير راحين ياكلوني. والمشكل صاحبي لانتيم مغربي قال لي القفطان راهو جزائري. هاو معاكم القفطان مغربي. قلت لي القفطان جزائري، اعطاني دليل. ويلي شبغي يكذب عليه في وجهه يا خويا ويدور فيه. شوف قال لي القفطان راهو جزائري. هاو معاك القفطان مغربي. قلت لي القفطان جزائري، اعطاني دليل بلي القفطان مغربي. ما تسكتليش، ما ديرليش. ها هو لا واش شنو كيديروا؟ شنو كيديروا الكذوب بزاف. كذب عليه في وجهه، اعطاني دليل. مغربي انا، بنات بلادي قالوا لي بلي القفطان جزائري بالادله. مع كامل الاحترام لبنات بلادك، القفطان اوريجينال ديالو ماروكان. معليش اعطاني الدليل. دليل ماروكان هكا، ماروكان مملكه في عمرها 1000 دوسو. اخوتي هذا مغربي صاحبي، خويا قبيله قال لي خويا الاستوار يقول بلي القفطان راهو جزائري. برك في الكاميرا خاف منكم المغربيات. لا والو، القفطان مغربي وجلابه والطربوش مغربي. حتى الجزائر تاعكم، حتى الجزائر ديالكم الزليج مغربي. حتى هذا كي دير لك ديك القضيه ديال ضربني وشكا وسبقني وبكى. قلبسها، ضربني وبكى وسبقني وشكا. هي هذه والله الا هي. هما كيديو الحال شي حوايج ديالنا اللي عندنا في التراث ديالنا المغربي، وفي نفس الوقت كيقول لك راه حتى الجزائر ديالكم كلشي ديالكم. راه حنا اللي خصنا نقول لكم راه لا راه كلشي ديالكم، حنا ما عندنا والو، حنا موالين الشيء اللي خصنا نقولوها. الجزائر ديالكم او التونسي؟ يا التونسي القفطان جزائري ولا مغربي؟ يا المغرب الوالدي اش قالوا على التونسي؟ يروح على التونسي. انتوما ما تصحش ندبزوا معاكم. اروح ندبزوا. اروح القفطان مغربي جزائري. مغربي جزائري. مغربي جزائري. خوتي واش حكي؟ اعلام والله اعلام. الله يشافي جزائري. خوتي واش حكي؟ الله يشافي الشاب. جزائرية تبيع في القفطان المغربي في فرنسا. تبعوني نعكم. شوفوا خوتي الأناقة والفن، شوفوا الجمال. أولو لا، شوف 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 ما شاء الله. أنا بيرسونال معشقت. شوف 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 أولو لا، شوفوا التحفة الفنية هذه، شوفوا الدقة. هذه جزائرية في مدينة ليون تبيع في القفطان المغربي هنا في فرنسا. نقولوا القفطان المغربي، وما تبداوش تدبزونا هنا في لي كومونتير يرحم لكم والديكم. دونك في الفيديو اللي قبل كان كيضحك هذا الاخوان. شوف هنا الجمال، شوف اولو لو. شوف هذا تاع حدا برين. الاصاله والمعاصره المغاربه اي حاجه كيتقنوها تبارك الله. انا جزائريه بيان سور كو، انا جزائريه بيان سور كو. كي ندير نوع من حلويات الجزائريه التقليديه يجوني الدول الاخرى ويقول لك هذه حلوى تاعنا، مع انه الجزائر قاره فيها 58. لا حول لا، واحد دوك الحلوى ماشي هوكيه، راه مغربيه. انتم عندكم شنو هذاك صبيعات العروس وداك شي سميات، اللهم بارك. يخليني ساكت. 50 ولاية وكل ولاية عندها أطباقها وتقاليدها. أنا جزائرية بيان سور كو كيشوفونا الدول الأخرى نحطوا هاد الحلويات يدخلوا ويقول لك هذا كاع تكديروا في العيد. أنا جزائرية بيان سور كو نقول هذا العام ندير غير المقروط والصابلي، ونلقى روحي درت شحال من نوع، بالشوكولا بلا شوكولا بالمعسل بالساك بالسامبل كاع تك. أنا جزائرية بيان سور كو كل صباع بصنعة. أنا جزائرية بيان سور كو النيتواياج دايما في الدار، قبل العيد بعد العيد مور العيد في اي وقت نديرو النيتواياج. انا جزائريه بيان سور كو نبخر الدار، انا جزائريه بيان سور كو نضرب فيها تدويشه وتفحفحها بالطبع والشعر، وباينه نستعمل منتجات جزائريه. ولكن لما ما كاينش باش تدوش كيفاش تفحفحها؟
شنو هي التفحفيحة الاخوان؟ التدويشة والتفحفيحة بالطبع وبين نستعمل المنتجات الجزائرية كيما القوماج ماجيك والمخمارية تاع فغماميل. القوماج ماجيك 3 في 1 تقومي به الكور ديالك ما كاينش الماء، الماء راه ما كانش، راه تقطع نهار العيد. حبيت ارد على تعليق حضرتك لانه متكرر كذا مرة عندي، وانا عن نفسي اعرف ان الحريرة شيء اساسي في المطبخ المغربي، يعني حتى لو كتبت على جوجل شوربة الحريرة هتلاقي جوجل بيكمل لك ويقول لك الحريرة المغربية. وبالنسبة بقى لانها اطباق جزائرية ولا لا، فانا بدون انحياز دايما اسمع عن الاكلات المغربية وعن المطبخ المغربي وقد ايه شنو كيكسبوا له في الاخر اطباق هوكية كده مشهور على مستوى العالم كله، لكن اعذرني يعني ما نسمعش عن المطبخ الجزائري او يعني في النهاية. يا اخي هذه ليست حريرة اللي مصعيب نتايا، هذه راه ماشي حريرة، هذه راه با الحريره ما دايرش بحال هكا يا اخوان، الحريره كتكون خفيفه هكذا زوينه كتكون حمراء ماشي صفراء. ادي راه شي باش يدير الطيب مغربي راه صعيب، ولكن السيد راه ما قال لينا والو، راه قال لهم هذا الشيء راه اصله مغربي، قال لي الحق. وقال قلت يا خوتي راني في لاسويد او لا راني في الدنمارك، شا سبحان الله العظيم هذه المغرب خوتي. وقال قلت يا خوتي راني في لاسويد او لا راني في واحد الجبل ديال الشكلاط دنمارك، شا سبحان الله العظيم هذه المغرب خوتي. تبارك الله تبارك الله. ليكم ديروا مليح في بالكم، يلي تحاولون تقسيم المغرب هذه اكثر من 50 سنة، يلي كيما جستوش ما قدرتوش تجوزوا من الصحراء المغربية بغيتوا تجوزوا من باب اخرى، اقسم لكم بالله العلي العظيم غير شعره من هذه التربه شتو حجره ما غادي نزعزعوها. هاد البلاد كبيره عليكم، الحسد يمتبعكم على انه بلاد سونز هيدروكاربور لحقت لهذا النيفو، وين الغيفاليز افيك دي بي اوروبيان. هادي ماشي رياض اللي قالها، هادي ماشي رياض اللي قالها، هادي سمين رياضيتي. هضره معقوله. لهذا نقولوا المغرب خير منا يا ربي، لهذا دائما نقولوا المغرب خير منا. هذه هي صراحه الاخوان، لهذا لكل اليوم نقول يا ودي لازم راه هناك نقص، لازم 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 راني يا ربي راسك يوجعك. هاد السيد جالس في المغرب وجالس يدور ويصور وكيستغرب، فهمت؟ وكيصور ويصيفط للهكاويين. عفوان الجزائر وكيفاش قوال بكم بغيتو تدخلوا للتاريخ من الشرجم؟ واسمعوا عباد الله شنو وقع تمايا، اسيدي الجزائر كتحتل المرتبه الاولى عالميا، ماشي في السياحه لا حاشا، ماشي شي اطول برج لا ما كايناش، ماشي شي اطول نفق لا حيد عليا هادشي، المرتبه الاولى عالميا، اغلى باس في تاريخ الجزائر، اغلى كو في تاريخ الجزائر. سمعنا الاخوان هاد القضيه ديال شارلومين تي ديال قال لكم كانت مع شي واحد مشات معاه بشي 29 مليون مغربيه اللي هي 400 مليون هوكيه، وفي الاخر ما بغاش يعطيها ونط مشاكل وجو الفيادرا ديال داك الكاباري وكذا وشدوه مشكله. دار 400 مليون جزائريه، اسمع عباد الله 400 مليون ورده شارلومانتي كانت كتغني في شي كاباري وشي خونا سكران جزائري في الصيف. اسمعوا الجزائر جبت لكم معلومات مقوده، في الصيف بالضبط هي كتغني وناضل عندها، قالت تمشي تباسي معايا ب 400 مليون، حطات الميكرو قالت لي يلا نمشيو، طلع ضرب لي الدواره خلط لها ديك الكرشه جابو ويصحى ويعطاها 200، عطاها 200 مليون. الا الاخوة 400 مليون هوكية راه هي 420 درهم، شمن 29 مليون. الناس هما كيكتبوا في الكومنتيرات كتبوا له 420 درهم. قلت له فيني 200 اخرى، قال لي بركة عليا صحيت صافي الله يجعل شي بركة. وعباد الله كيسولوا على 400 مليون دينار، 400 مليون دينار جزائرية هي 29 مليون مغربية ديالنا. الا ماشي ليك تضاصية. ويعطيه حققت الروكور، حققت درت
داك دخل دابا دخل داك الكتاب غينيس والتحطيم الارقام القياسيه. محمد بوصفيحه الملقب مومو ضربوه بربع شهور ديال الحبس في قضيه اختلاق السرقه. اللهم لا شمته، اللهم لا شمته، اللهم لا شمته. الله يطلق سراحه في هذا النار هذا، والله يصبر عائلته. الحبس ما تبغيش لعدوك، ولكن واحد القضيه كان امن بها، هو الحمد لله القانون ولا كيطبق في البلاد. عاودتي السيد مومو ما الى كان بصح، ما انا ما فاهمش القضيه مزيان، والقانون كيتاخذ المجرى ديالو، فهمتي؟ حنا كاينه الثقه في القانون الحمد لله. غير هو يعني الى كان داكشي بصح راه ما دار فيها ما يصلح، فهمتي؟ اخويا انت غادي مزيان في لاكارير ديالك، غادي مزيان، غادي كلين، الاخر الميسيون ديالك غادي مزيان، معروف مومو كدا، عندك واحد الشعبيه هادي نايض اخويا كطير، ماشي دير هاد البلان هذا، ضربتي في المصداقيه ديالك وضيعتي الكارير ديالك، وغادي يحبسوا لك هذاك الميسيون اللي كديروا فيه تراديو وكدا. وعطيتي واحد الصوره خايبه للمغرب، حيت واحد اخر براني يقدر يسمع يقول لك واه ما كاينش الامان تما، وهادشي كله مفابرك حشومه صاحبي. كيقول لك النمره ملي كتزيغ ربي كيعطيها الجنحين صاحبي. ولكن الحبس ما نتمناوش شي واحد، ما نتمناوش الله يدير له شي تواليد الخير، هادشي اللي نقولوا، غير هو خصو يدير العقل ديالو، فهمتي؟ على اي واحد سواء انت فلان ولا سواء انت فرتلان درتي الذنب تستاهل العقوبه، والقانون ما كيحط الباطل على حتى شي واحد. نيشان سيرتو فحال مومو دار غلط كبير، باش نكونوا واقعيين. انت واحد الانسان كدير برنامج، واحد مؤثر، عندك الملايين ديال المشاهدين في جميع ارجاء العالم، الناس كتنطول البرنامج ديالك، وتجي وتخترق واحد السرقه باش تخلق واحد الحادث باش ترفع من المشاهده ديال البوز وتطيح الباطل على بلادك، تسيء الصوره ديال بلادك وتغض بلادك واحد البلاد اللي خايبه فيها الكريساج. كاين الكريساج باش نكونوا واقعيين، كاين الكريساج، ولكن خلي الناس اللي كيكريسيو المخزن كيتكلف بهم. الحمد لله القانون كيطبق، ولكن انت كمؤثر ما تشوش الصوره ديال بلادك، بالعكس ترفع بالراي ديال بلادك، تعطي واحد ليماج زوينه، تكون اكزومبل للناس في العالم كامل بان بلادنا بلاد زوينه، بلاد الخير، جي مرحبا بك. راه كيتصنتوا فيك الناس في العالم كامل، واش غنقول لك؟ الله يطلق سراحك. محمد بوص ما دار فيها ما يصلح والله، ولكن الله يدير له شي ساويل، فهمتي؟ خصو هادي دير له العقل، فهمتي؟ معاهم رانا على وشك باتفاق باش ندير مزرعة نتاع 100,000 هكتار. سي كيل ولاية مسيو بريزيدون؟ في نديروها في أضرار. شنو يزرع الحليب؟ والله إلا عالم هاد السيد هذا، قسما بالله، والله إلا شو تبوني، إلا عايش في عالم موازي يا الإخوان، ديما كتجيني باني عايش في عالم موازي. 100,000 هكتار باش نبدا لأول مرة نحاول ننتج الغبرة نتاع الحليب. كبير كبير عدنا. واش ما واش قدر المحتوم انا باش نستورد المنتج تاعي كامل معاهم. واش هاد السيد هذا عايش في الدنيا ولا عايش في شي قنت اخر؟ واش هاد السيد ما قاريش؟ ما كيتفرجش في التلفازه؟ ما عارفش شنو هي السلسله الغذائيه؟ بان الارض كتنوض الربيع وكتنوض البطاطا وخيزو ومطيشه والكورجيت، كتجي البقره كتاكل داك الخضره كامله وكتعطيك الحليب، هادشي كامل اللي قدرنا ديال الخضره ما كينوضش عندك حتى في البلاد، يعني البقر ما عنده ما ياكل، وزيد عليها كيسحبوا الحليب كيتصاوب من النباتات. وفعلا راه التبونه راه ذكية وعميقة الإخوان، راه البقرة كتاكل الربيع باش كتنتج الحليب، إذا الحليب أصله من الربيع. التبونه صاحبي، التبونه راه خطير. وا الجزائريين بغا يشربكم الحليب ديال شجرة الكرموس باش كيحيدوا التلال. بقيتوا فيا والله إلا بقيتوا فيا، وياكم وياكم تشربوا الحليب ديال النباتات، راه بغا يشربكم السيمة البيضاء. بغي يردكم حجر. حق الله. ودز عليكم واحد 50 توليو اصنامات. ونطلع هاد بوفلزاد على الكوي. السلام عليكم خاوتي، كل الدعم كل الدعم لخونا الحمد لله لي مسكين. اخوان اسمع مزيان، واحد السيد من الجزائر كيدير ردات الفعل ديالو على البلا اللي طرا لحمد الله، الشحطه اللي كلاها حمد الله، غادي يقول شي هضره الجزائري هذا. نسمعوا ليها الاخوان، كمل الفيديو. البارح واحد مناصر سعودي ضربوه بالصوت، ضربوه بالصوت، انا ما فهمتش انايا كيفاش هذا يخلوه يدخل الصوت.
خوتي يا بالك انا ما فهمتش اسكو يا هذا السعودي يقدر يديرها مع بنزيما ولا يقدر يديرها مع رونالدو على يعني كيشتو زعما الحمد لله منا على بالك وكان درتها مع زياش نقسم لك بالله ما زلت تدخل الاتحاد الاوروبي باش ما نقولش كلام اخر ريفي وكان ديجا بلا اتحاد اوروبي بلا لوغر نتايا من داركم ما جيت تخرج يطلع عليك زياش والله كجزائري بقى فيا الحال باك النار يشعل فيا يضربوا بالصوت وعلى واش حك حط روحك نتايا السيده دا الله يامرها دار يا اخوان قالها دره معقوله وانسانيه السيده تحياتي يا حمد الله نتمنى تروح تلعب في الدرجه الخامسه في فرنسا ولا في على باليش انها تروح تلعب في اي بلاد الاسترالي ما تلعبش دوري هذاك اللي عندهم استعلاء عندهم تكبر على مهم خاوتي كل الدعم المناصر هذاك اللي غيدي الجزاء تاعو عباك هذه الحادثه فكرتني بعلاه حادثه تاع شايبي الشحات ضربوا بكف وشايبي ما زالوا يلعب في منتا في مصر انا وشوف والله العظيم نتمنى ايوا شنو نقول لكم الاخوان دابا يكبروا ينسى هادشي اللي كاين حتى انا اخو استنخر ديال الفيديو نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله بيس الله.